تلاميذ الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله. في هذه الحصه غنحاول ان شاء الله نديروا واحد الفقره اللي هي مهمه جدا في درسنا، دائما درس الاتصال، الا وهي مبرهنه القيم الوسطيه. هذه المبرهنه كما كنعرفوا جميعا انها تتواجد في جميع الامتحانات الوطنيه بدون استثناء. كيقول لي في السؤال بين ان المعادله التاليه تقبل على الاقل حلا واحدا في المجال التالي، او حلا وحيدا، ممكن تكون على الاقل حل او حل واحد. وهنا غنستنتجوا بلي ان مبرهنه القيم الوسطيه فيها جوج ديال النتائج. النتيجه الاولى هي كتهضر على كنتحدثوا على يعني ان المعادله تقبل على الاقل حل، ممكن يكون واحد، ممكن يكون جوج، ممكن يكون ثلاثه او اكثر. اما النتيجه الثانيه كنهضروا على حل وحيد فقط. دونك نبداو باذن الله كنتيجه اولى، اف دو اكس او المعادله اف دو اكس كتساوي صفر تقبل حلا على الاقل في المجال ب، ناخذ هذا المجال هذا. اذا كان دونك باش نقول بلي هذه المعادله تقبل حل واحد، اشنو خصنا نبينو؟ اذا كان عندي دوز اكسيون، الاكسيون الاولى هو ان المعادله ان الداله ضروري انها تكون متصله على هذا المجال اللي تعطانا ا بي. دونك اف متصله على ا بي، هذا هو الشرط الاول. شنو هو الشرط الثاني؟ ضروري تحسب الصوره ديال ا والصوره ديال بي وتلقى الجداء ديالهم صار قطعا من صفر، بمعنى اف دو ا اف دو بي خص ضروري يكون اصغر قطعا من صفر. هاد جوج شروط كيمكننا اننا نقولوا بلي ان المعادله تقبل على الاقل حل واحد. السؤال كيجي بهذه الطريقه، هادي بين ان المعادله اف دو اكس كتساوي صفر تقبل حلا على الاقل في المجال، كيعطيك مجال. دونك الجواب هو الاف يعني الداله اللي تعطات تبين انها متصله على هذا المجال اللي عطاوك، كذلك كتحسب الصوره ديال هذا العدد هذا، ثم الصوره ديال العدد الثاني وتلقاهم مختلفين في الاشاره، بمعنى الاشاره ديال كل واحد فيهم يعني مختلفه على الاخر، بالتالي الجداء ديالهم يكون صغير قطعا من الصفر. وكتستنتج اذا حسب مبرهنه القيم الوسطيه فان المعادله تقبل على الاقل حل في المجال ا بي. من بعد ما درنا هاد لينونسي ديال هاد لو تيغيم، اجي ندير واحد التاويل هندسي لهاد الشيء اللي كنا كنقولو. ملي ناخذ مثلا واحد معلم فيه واحد لاكورد ديال الداله اف، مثلا ناخذو لاكورد يكون على هاد الشكل مثلا، إلا خدينا المجال ا بي، ناخذ المجال ا هنا وناخذ بي باعتبار ان ا صغر دائما تكون صغر من بي. الشباب اشنو عندي في لو تيغيم؟ هاد المبرهنه اش كتقول؟ ذكروا لنا اتصال ديال الداله اف. دونك هنا في هاد المنحنى عندي اتصال، دونك هذا منحنى ديال واحد الداله اف، هاد الداله متصله يعني ما مقطعش، دونك متصله. نشوفوا هاد الشرط الثاني، اف لي ا فوا اف لي بي، واش صغر قطعا من صفر؟ اول حاجه نحسبوا اف لي ا. دونك الطريقه باش كنحددوا الصور ديال الاعداد انطلاقا من المنحنى هي كالتالي، ا الصوره ديالها كتلقى مع لاكوب كنجيو لهنا، دونك هادي هي اف دو ا. نشوفوا بي، دونك بي الصوره ديالها تقريبا غتكون هي هادي. دونك تقريبا غتكون هي
دونك اف دو بي اشنو كنلاحظوا هنا؟ اف دو ا سالبه. علاش؟ حيت صغر من صفر تحت محور الافاصيل، بالتالي فهي صغيره، صغر من صفر عفوا. اف دو ا نديرو الشرط ديال الاتصال، اف داله متصله، اف متصله على المجال ا بي. كذلك عندي اف دو ا بنا تحت محور الافاصيل، بمعنى تحت هذا الصفر، بمعنى انها سالبه. وكذلك الصوره ديال بي كما كتلاحظوا فوق، بمعنى انها موجبه. دونك عندهم اشارتين مختلفتين، بالتالي الجداء ديالهم غيكون صغر قطعا من الصفر. إذن او يعني اف دو ا فوا اف دو بي غيكون صغر قطعا من الصفر. دونك نطلقنا من هادو، هادو ديال الشروط تحققوا في هذا المنحنى هذا، نشوفوا واش ممكن نستنتجوا هذا الشيء اللي قلنا له. هذه المعادله اف دو اس كتساوي صفر تقبل حلا واحدا، حلا على الاقل في المجال ا بي. ملي كنقولوا المعادله اف دو اكس كتساوي صفر، هندسيا شنو كتعني؟ اف دو اكس كتساوي صفر هو نقط تقاطع او افاصيل نقط تقاطع المنحنى مع محور الافاصيل. عندي محور الافاصيل، عندي المنحنى لاكور ديال هاد لافونكسيون هادي، نشوفو فين كيتقاطع مع محور الافاصيل. كما كتلاحظوا عندي واحد جوج ثلاثة ديال النقط. اشنو هما النقط؟ قلنا الافاصيل ديالهم هما الحلول ديال هاد المعادلة. اشنو قلنا؟ المعادلة تقبل حلا على الاقل، حنا لقينا ثلاثة. دونك نسمي مثلا الحل الاول الفا واحد، هذا الفا جوج، ثم الفا ثخوا. دونك كاين واحد التنسيق بين هاد التأويل الهندسي ثم هاد الشيء اللي عندي في هاد المبرهنة. دونك اصلا ضروري اننا نفهمو هندسيا اشنو كتقول هاد المبرهن باش نزيدو نفهمو مزيان. عندي قلنا الى عاودنا اشنو اف دالة متصلة على مجال ا بي، ا بي اللي كيهمني انا. الصورة ديال ا صغر من صفر، الصورة ديال بي كبر من صفر، الجداء صغر من صفر. وكتلاحظوا ضروري يكون عندي الحلول، بمعنى تقاطع سي دو اف مع محور الافاصيل ضروري يكون على الاقل يكون واحد الحل. هنا في هذه الحاله عندي لقينا ثلاثه ديال الحلول. دونك ندير واحد المثال على اساس نفهموا مزيان كيفاش كنجاوبوا على الاسئله اللي ممكن تحط لنا. تطبيق او مثال بين ان المعادلة، ناخذ المعادلة اف دو اكس المعادلة اكس جوج اكس و ثلاثة ناقص اكس زائد واحد مثلا كتساوي صفر. هذه المعادلة تقبل حلا على الأقل في المجال، في المجال مثلا ناقص ما لا نهاية تم صفر. واضح السؤال مزيان واضح، وغنطبقوا فيه هاد المبرهنة ديال القيم الوسطية. مي يعني بطريقة الحال خصنا نحددو هاد الشروط هادو. قبل عندي هنا معادلة وعندي هنا واحد الدالة اف دو اكس، يكفي انك دير نضع باش نربطو بين هادشي اللي عندي هنا وبين المبرهن. نضع اف دو اكس كتساوي جوج اكس ستة ثلاثة ناقص اكس زائد واحد. و هاد الدالة هادي خصنا ضروري ندرسو الاتصال ديالها، حيت المطلوب هو الاتصال ديال الدالة على هاد المجال اللي تعطى لنا. أول حاجة اتصال الدالة اف، كما كتعرفوا هذه الداله حدوديه، اذا فهي متصله على ار. اذا كانت متصله على ار فانها متصله بالخصوص على هذا المجال اللي هو ناقص ما لا نهايه صفر، حيت هذا المجال ضمن ار. غنقولوا اف داله حدوديه اذا فهي
متصلة على R وبالخصوص على المجال دونك ناقص ما لا نهاية صفر، لأن هذا المجال قلنا ضمن R. واضح؟ حنا بينا الشرط الأول، أشنو هو الشرط الثاني؟ خص ضروري تبين هاد الجداء ديال جداء ديال هاد الصورتين، جداء الصورتين اللي عندي يكون صغر قطعا من صفر. دونك أشنو عندي هنا؟ عندي ناقص ما لا، ما عنديش عدد. دونك عوض ما ندير الصورة كندير النهاية، عوض الصورة حيت الدالة ما معرفاش، ما يمكنش نهضرو على الصورة في ناقص ما لا، وبالتالي كنهضرو على النهاية. نحددو النهاية ديال اف دي اكس عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا. دونك ثانيا لدينا لا ليميت ضروري عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهاية ديال اف دي اكس كتساوي لا ليميت عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهاية دائما، ونعوضو اف دي اكس بالقيمة ديالها اللي هي جوج اكس اس ثلاثة ناقص اكس زائد واحد كتساوي. دونك كما كتعرفو جميع ان النهاية ديال واحد الدالة حدودية بجوار ناقص ما لا نهاية كناخدو الحد الأعلى درجة. دونك كتساوي ليميت عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهاية، ناخذ الحد الاعلى درجه اللي هو جوج اكس اس 3. ملي كنعوض ناقص ما لا نهايه في اكس عطاتني ناقص ما لا نهايه، الا رفعناه ل 3 غتبقى ناقص ما لا نهايه حيت الاس فرضي، الا ضربنا ناقص ما لا نهايه في جوج غتبقى ناقص ما لا نهايه، دونك عطاتنا مباشره ناقص ما لا نهايه. كذلك هنا غنشوفوا الصوره ديال العدد صفر، صفر الداله معرفه في صفر، دونك نديروا ليه الصوره ديالو. دونك اف لي صفر كتساوي الى عوضنا كما كتلاحظوا صفر صفر تبقى ليا واحد. دونك معليش نعوضو في صفر اس ثلاثة ناقص صفر زائد واحد اللي هي واحد. كما كتلاحظوا هنا ناقص ما لا نهاية دونك سالب، وهنا واحد دونك موجب، اف لي ا موجب و اف لي بي سالب، يعني النهاية عندي هنا سالب هنا موجب، دونك الجداء ديالهم بطبيعة الحال غيكون بالضرورة صار قطعا صفر، وبالتالي غنقولو حسب برهنة القيم الوسطية فإن إذن أو هنا ممكن دير واحد الحاجة عوض ما تقول إف دي إف لي أ فوا إف لي بي، أشنو غنستنتجو هنا؟ كنستنتجو أن صورة هذا المجال ناقص ما لا نهاية صفر هي ناقص ما لا نهاية واحد، نكتبوها بهذه الطريقة هذه، صورة المجال ناقص ما لا نهاية صفر كتساوي هذا المجال هذا ناقص ما لا نهاية واحد. داك صفر اللي كيكون عندي اف لي اكس المعادلة اف لي اكس كتساوي صفر، كيسأل صفر يكفي انك تبينو بلي كينتمي لهذا المجال، اذا كان كينتمي لهذا المجال يعني ان الشرط الثاني كيتحقق. بما ان او ولدينا صفر لا ينتمي الى المجال ناقص ما لا نهايه واحد، اش غنقولو استنتاج؟ اذا حسب مبرهنات القيم الوسطيه فان المعادله اف دي اكس كتساوي صفر، بمعنى هذه كتساوي صفر تقبل حلا على الاقل في المجال المطلوب ناقص ما لا نهايه صفر. وهاكا كيفاش كيتحطو التمارين في الامتحانات، بين ان المعادله تقبل او كنجاوب بطريقه اللي هي عاديه. نمرو الان الى الفقره الثانيه والنتيجه الثانيه اللي هضرنا عليها، الا وهي ملي كتقبل هذه المعادله حل وحيد، يعني اشنو هو الفرق بين هذه النتيجه والنتيجه الثانيه؟
واش غيبقاو نفس الشروط؟ يعني شنو هو الشرط اللي ممكن يتزاد على هذيك النتيجه الثانيه؟ دونك نديرو لها جميع اف دو اكس كتساوي صفر تقبل حلا وحيدا، تقبل حلا وحيدا في المجال، في المجال ناخذ كما خدينا في الاول ا ب، اذا كان تحققوا هنا ايوا جوج شروط خصك تحققوا ثلاثه ديال الشروط، وغنشوفوا الشرط الثاني الشرط اللي تزاد لنا في هذه الحاله. اذا كان ماذا؟ اولا دائما الاتصال كيكون فيهم جوج، دونك اف داله متصله خصها تكون متصله على المجال ا ب. ثانيا هو الشرط اللي غيتزاد شنو هو؟ تكون اف رتيبة قطعا، رتيبة قطعا على هاد المجال ا ب. الشرط الثالث شنو هو؟ خص تكون اف دو ا وان، يعني جداع ديال هاد الصورتين خص تكون اصغر قطعا من صفر. هذه هي مبرهنة القيم الوسطية، يعني النتيجة الثانية. ممكن كذلك هنا ندير واحد التأويل، واحد التأويل هنا يكون هندسيا، يعني نحدو هاد النتيجة هندسيا. دونك ناخدوها، ناخدو واحد لاكوب ديال واحد لافونكسيون، ناخدو مثلا المجال أ أ بي. دونك الرتيبة هضرنا على الرتيبة قطعا، بمعنى يعني اما تزايدية قطعا او تناقصية قطعا. عفوا ناخدوها مثلا تزايدية، دونك الدالة ناخدوها تزايدية بحال هكا، تزايدية قطعا على اللي كيهمني هو دائما هو هاد المجال. دونك الصورة ديال أ غتكون هي هادي اف دو أ، الصورة ديال بي اف دو بي غتكون هنا. فهاد المبرهنة اشنو عندي؟ اولا اف متصلة، دونك هاد لاكوب هادي واش مقطع؟ لا، دونك كنقولو بلي الدالة متصلة، اف دالة متصلة في هاد الحالة على المجال ا بي. نشوفو التاني اف رتيبة قطعا، دونك خديتها في هاد المثال انها تزايدية قطعا، دونك تحقق عندي هاد الشرط التاني. نشوفو الشرط التالت خص يكون جداء الصورتين، يكون صغر قطعا من صفر. اف لي ا تحت هاد الصفر هذا، بالتالي انه ان هاد العدد سالب، دونك اف دو بي كذلك فوق هاد العدد صفر، اذا موجب. وبالتالي كنستنتجو عندهم اشارتين مختلفتين، بالتالي الجداء ديالهم غيكون صغر من صفر. اكتب هاد الشيء اف متصلة على المجال ا بي. كذلك هضرنا على الرتابة، اف تزايدية في هذه الحالة قطعا على المجال ا بي. ثم الشرط الاخير اللي عندي هو الجداء، هضرنا عليه قلنا راه اصغر قطعا من صفر، دونك و اف دو بي اي ستريكتومون انفيريور ا زيرو. فوالا نشوفو ملي كيتحققو هاد ثلاثة ديال الشروط شنو عندي؟ اف دي اكس زيرو تقبل حلا وحيدا، واش ملي كان ثلاثة الشروط تحققوا واش عندي غير واحد الحل؟ اكيد نعم. دونك كما كتلاحظوا شنو هو الحل؟ قلنا سابقا اف دي اكس كتساوي صفر، هذه المعادله الحل ديالها مبنيا بمعنى تقاطع السي اف مع محور الافاصل. كما كتلاحظوا هنا السي اف هو هذا، محور الافاصل هو هذا، كيتقاطعوا في واحد النقطه. دونك ما يمكنش يكون كيتقاطعوا في بزاف ديال النقاط كما في الاول في الحاله الاولى. علاش؟ حيت زاد عندي هاد الكونديسيون اللي هو اف تزايديه قطعا او بشكل عام رتيبه، سواء تزايديه ولا تناقصيه، انا ديما كنلقاو واحد الحل. نحاول نخدمو في هاد الحاله، نخدمو واحد المثال كذلك، ناخذ واحد الداله او عفوا واحد المعادله، شوف واش تقبل حلا وحيدا ولا لا. مثال بين أن المعادلة f دو x
ما ناخذوش هنا في دو اكس نديرو المعادله يعني نعطيو لا فالور ديال هاد لا فونكسيون هادي اللي كنهضروا عليها. ناخذ مثلا اكس اس 3 زائد اكس ناقص 1 كتساوي 0 تقبل حلا وحيدا، تقبل حلا وحيدا على المجال ضروري تعطى المجال هنا على المجال 0 1 دونك ناخذ هذا المجال 0 1 فوالا. هذا هو السؤال، نشوفوا كيفاش غنجاوبوا على هذا السؤال. هذا ضروري نحترموا هاد الثلاثه ديال الشروط بمعنى اف متصله اف راتبه قطعا ثم الجدار ديال السورتير سيكون صار قطعا من صفر. شوف واش هذا الشيء بالضبط واش عندي ولا لا. الا عندي دونك كنستنتج كنقولوا بلي المعادله تقبل حلا وحيدا على هذا المجال. هذا نضع كما درنا سابقا دونك نضع اف دو اكس كتساوي اكس 3 زائد اكس ناقص 2 نضع اف دو اكس كتساوي اكس 3 زائد اكس ناقص 1. هاد الدالة هادي واش متصلة؟ أكيد متصلة على هاد المجال. علاش؟ حيت دالة حدودية، والدالة الحدودية متصلة على مجموعة التعريف اللي هي ار، وهاد المجال ضمن مجموعة التعريف ضمن ار. لدينا أول حاجة كنبدا بها هو الاتصال، لدينا اف دالة متصلة على ار لأنها دالة حدودية، وبالتالي فهي متصلة على المجال صفر واحد لأن هذا المجال راضي من ار رابعين يعني صفر واحد راضي من ار. هذا هو يعني الشرط الأول. يبقاو لينا جوج شروط. الشرط الثاني شنو هو؟ هو اللي غنبينو فيه الرتابة. دائما كتعرفو ملي كتكون عندك واحد الدالة اللي بغيتي دير ليها الرتابة ضروري أنك تحسب الدالة المشتقة. الدالة المشتقة اللي هي اللي كتبين لنا الرتابة. دونك ثانيا رتابة الدالة اف، رتابة اف لدينا اف دو اف بريم دو اكس دونك الدالة المشتقة هي اكس 3 زائد اكس ناقص 1 قول شي بريم، كل وحدة فيهم كنديرو بها بريم. بمعنى اكس 3 إلا درنا لها الاشتقاق غتولي 3 اكس 2 زائد اكس إلا درنا لها الاشتقاق غيولي 1، و 1 إلا درنا لها الاشتقاق غيولي 0. دونك النتيجة هي هادي. الشباب هنا 3 اكس 2 اي عدد رفعناه ل 2 كيولي موجب، اكس 2 غيكون موجب كما كان. دونك الى درنا 3 غيبقى موجب، موجب الى زدنا عليه الموجب اللي هو 1 غيبقى موجب قطعا. دونك كنسنجو بلي هاد الدالة اف بريم غتكون موجبة قطعا. اش كتعني الدالة مشتقة موجبة قطعا؟ بمعنى ان الدالة اف تزايدية ومنه اف دالة تزايدية قطعا على المجال اللي كيهمني. دونك هادي على ار بصفة عامة وبالخصوص على المجال صفر واحد فوالا. دونك الرتبة بيناها، دونك الشخص الثاني بيناه، يبقى لي الشخص الثالث شنو هو؟ جداء الصورتين سيكون صار قطعا من صفر. بمعنى خصك تحسب الصورة ديال صفر اف لي صفر شحال كتساوي في الدالة صفر صفر ناقص واحد دونك غتعطيني ناقص واحد. نحسبو الصورة ديال واحد، إلا عوضنا يعطينا واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة هو واحد إلا زدنا عليه واحد يعني جوج، جوج ناقص واحد اللي هي واحد غتعطيني واحد. كما كتلاحظو عندهم إشارتين مختلفتين وبالتالي الجداء ديالهم غيكون ستريكتومون انفيرا زيرو. دونك إذن اف دو زيرو و اف دي ان غيكون بينا انفيرا زيرو. دونك بينا ثلاثة ديال الشروط، دالة متصلة، دالة اف دالة تزايدية قطعا، دونك عندي جوج ديال الصورتين ديال صفر و واحد أصغر قطعا من واحد من صفر عفوا.
اش كيعني هادشي؟ حسب مبرهنة القيم الوسطية، ومنه حسب مبرهنة القيم الوسطية فإن المعادلة f دو x كتساوي صفر تقبل شحال ديال الحلول؟ حل وحيد فقط، حل وحيد تقبل حلا وحيدا على او في المجال، هو كاين في المجال، في المجال صفر واحد. دونك فوالا، دونك كنتمنى ان هاد المبرهنة يعني فهمناها مزيان وشدينا شحال ديال المفاهيم. كما هضرنا في الاول، قلنا مبرهنة القيم الوسطية فيها جوج ديال النتائج. النتيجة الاولى كنقولوا فيها بان المعادلة تقبل على الاقل حل وحيد، على الاقل حل عفوا، يعني بمعنى انه ممكن يكون حل وحيد او جوج او ثلاثة، المهم فما فوق. النتيجة الثانية قلنا هي ان المعادلة اف دي اكس كتساوي صفر تقبل حل وحيد، وشفنا الشروط ديالها. الى هنا قد وصلنا الى اخر الحصة. شكرا على تتبعكم، والى اللقاء.